مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. بعد ما استمتعنا مع الزميل عمر ربيع ياسين بالحديث مع كابتن محمود صالح على كرة القدم، نتنقل في الفقرة الأخيرة من الأهلي الليلة النهاردة في الألعاب الأخرى. النهاردة ما شاء الله عندنا يعني نتائج عظيمة لفرقنا، نتائج مهمة جدا، نتائج لكل فرقنا الجماعية، نتائج مبشرة جدا. ومعانا النهاردة الكرة الطائرة وبطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات. هبدأ بس بكلمة، هبدأ للجمهور العظيم، جمهور النادي الأهلي اللي بيحب النادي الأهلي وبيشجع النادي الأهلي، لأن هو السند الحقيقي للنادي الأهلي في كل الرياضات. نطلب الجمهور، عندنا بطولة أفريقيا جاية اللي هي كرة الطائرة سيدات، وقدر مجلس الإدارة ما شاء الله رب يعني بنشكرهم جدا بعد تعب كبير إن هو يدخل 300 واحد من الجمهور أو عدد محدود من الجمهور. نتمنى من الجمهور الالتزام، لأن في قلة من الجماهير يعني بتتعصب شوية. نتمنى نلغي الموضوع ده. تشجيع النادي الأهلي هو التشجيع الحقيقي، هو المكسب الحقيقي للنادي الأهلي. هنلتزم بكل مبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي، ونقول لكل الجمهور يا ريت دايما تشجع النادي الأهلي، النادي الأهلي فقط ولاعيبة النادي الأهلي، لأن فعلا اللعيبة دي بتحتاج كلمة أهلي أهلي في المدرجات، بتحتاج اسلوب قوي جدا، بتديهم باور وحماس وروح عاليه جدا 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 في المرحله اللي جايه. بطولات مهمه وفاينل وكذا فاينل في بطولات محليه، محتاجين الجماهير للنادي الاهلي تساند النادي الاهلي، تساند اللعيبه على ارض الملعب عشان يحققوا النتيجه وكلنا نفرح بنتائج النادي الاهلي. اتمنى دي يكون كلمه سريعه للجماهير العظيمه تاني مره الواقفه والسانده دائما وابدا لفرق النادي الاهلي. ان شاء الله في المرحله الجايه باذن الله لازم نقف وراه ونقف نشجع النادي الاهلي ونسبورت اللعيبه على ارض الملعب علشان نلاقيهم باذن الله بيكسبوا البطولات اللي احنا كلنا بتفرحنا تماما. نبدا باول اخبارنا النهارده، وفوز مهم